الوزراء الياباني معين عبد الملك تعهد بأن حكومته ستبقى في عدن لممارسة أعمالها من العاصمة المؤقتة للبلاد. عبد الملك أشار إلى أن أعمال الإرهاب والغدر لن تثني الحكومة عن مهمتها المتمثلة في إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة واستعادة الاستقرار حسب تعبيره. هذا الهجوم الغادر والجبان والإرهابي يضع الحكومة في قلب مسؤولياتها، وهي مهمة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ونشر الاستقرار والتعافي في ربوع بلادنا. الحكومة في عدن لتبقى ولتمارس كل مهامها وأعمالها مسنودة بإرادة من الشعب وإرادة صلبة كجبالنا. لن تثنينا أيادي الإرهاب والغدر عن مهمة استكمال توحيد الصف الوطني لمواجهة الإرهاب والغدر حتى ننتصر في هذه المعركة، ولن نقبل بغير النصر.